بسم الله الرحمن الرحيم. زملاء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو راح يكون مراجعة لمحاضرة لغة البرمجة الدوس وكيفية الاستفادة منها في حل مشاكل الحاسوب. أخذنا بالمحاضرة مثل ما تتذكرون كيفية التعامل مع الديسك اوبريتنج سيستم الدوز، النظام التشغيل اللي كان يشغل الحاسبات في السابق وقبل انشاء نظام الويندوز، وممكن احنا عن طريق الدوز نحل بعض المشاكل بدون استعمال برنامج خارجي، وخصوصا المشاكل اللي تتسبب بها الفيروسات. على سبيل المثال انا هسه خليت فلاش بالحاسبة مالتي. هذا الفلاش تلاحظون انه حجمه 32 جيجا تقريبا، وتشوفون انه شبه ممتلئ. لما افتحه القى بي فقط فولدر واحد اللي هو الشامله. زين، باقي المساحه مالت الفلاش وينها؟ فبهاي الحاله اكو فد مشكله، لازم نشوف اول شيء شنو سببها، وبعدين حتى نقدر نعالجها بلغه البرمجه الخاصه بالديسك اوبريتنج سيستم. قبل كل شيء لازم نظهر الملفات المخفيه. سبب اخفاء الملفات، اكو فيروس يقوم باخفاء الملفات والمجلدات وعمل نسخه ثانيه منها على نفس الشكل، في سبيل انه احنا ننقر عليها حتى ينتشر الفيروس بصوره اكبر وينتقل لباقي الحاسبات. اول خطوه لازم نسويها هو لازم نظهر الملفات المخفيه عن طريق الذهاب الى كنترول بانل، لوحه التحكم، ثم كتابه كلمه فولدر بالبحث، ونروح على فايل اكسبلورر اوبشن او فولدر اوبشن، نروح عليه ونروح على فيو اللي هي بالنص، ثم نروح على شو هيدن فايلز فولدرز اند درايفز، وبعدين ننزل لي جوا ونختار الغاء الصح من Hide Protected Operating System File اللي هي إخفاء ملفات النظام المحمية. راح يقول لنا متأكد؟ نقول له نعم، ثم أوكي. بهاي الحالة هذا الأمر أو هذا الإجراء أظهر لنا كافة ملفات السيستم. هسه تلاحظون الفلاش بمجموعة ملفات ومجلدات ما كنا نشوفها سابقا. حتى لما نروح على كليك أيمن ثم Properties خصائص، ما نقدر نلغي الصح من الهيدن، نلقاها هيدن مخفية لكن ما نقدر نلغي الصح منها. هذا كله بسبب الفيروس. فأحيانا تجينا فلاشات نشوفها متروسة، لكن بنفتحها إما ما نلقى بيها فد شيء، أو نلقى بيها فولدر واحد أو ملف واحد. احنا أول خطوة لازم نظهر الملفات المخفية، ثم نجي نعالجها عن طريق لغة البرمجة. بشنو راح تفيدنا لغة البرمجة؟ تفيدنا أنه هذا الفولدر اللي هو بي أوفيس 2016 مثلا، لما اريد الغي الصح من عنده، اريد الغي الصح من الهيدن، اريد اظهره، ما اقدر بسبب قوه تشفير اخفاء الملف عن طريق الفيروس. فالخطوه شنو هي؟ انه اضغط على ويندوز وحرف ار، ثم اكتب سي ام دي لاختصار كلمه كوماند، ثم اوكي. راح يطلع لنا موجه الاوامر الكوماند. بعد ان ضغطنا على انتر او اوكي فتحنا ملف الكوماند اللي هو موجه الاوامر. أجي هسه أول خطوة قبل ما أسوي كل شيء، لازم أنتقل إلى حرف الدرايف الصحيح اللي هو هنا عندنا بهاي الحاسبة اللي هو الآي. فراح أكتب آي نقطتين ثم أضغط أنتر، راح يحولنا موجه الأوامر إلى الفلاش. هسه إحنا في داخل الفلاش، نقدر هسه نوجه الأوامر اللي نريدها. تتذكرون أخذنا أوامر الدوز من ضمنها أمر الأتربيوت اللي يختصروه بأترب، وتتذكرون أيضا أنه الناقص هو عبارة عن إلغاء الأمر، والزائد هو عبارة عن تطبيقه، وأيضا تتذكرون أن الأس هو عبارة عن اختصار كلمة سيستم، والأتش هو اختصار كلمة هيدن. فأني هسه الهيدن موجود والسيستم موجود، فأني أريد ألغيها، فرح أكتب ناقص أس يعني ألغي لي خاصية السيستم، وناقص أتش ألغي لي خاصية الهيدن، ثم رح أكتب اسم الفولدر اللي أريده اللي هو أول فولدر 2016. هسه أنا انطيت أمر للدوز أنه يلغي لي خاصية النظام وخاصية الهيدن من الفولدر اللي اسمه 2016. قبل ما ادوس انتر لاحظوا لي هنا أن الملف هو هيدن مخفي، مو مثل ملف الشاملة اللون مالته شوية يكون يعني مخفي نوعا ما. راح ادوس انتر، انتظر ثواني، طلع لي الفولدر وصار طبيعي اقدر اشوفه في اي حاسبة بدون ما اظهر ملفات السيستم. للتأكد من ذلك نضغط كليك ايمن ثم بروبرتيز الهيدن، اولا لغى الصح من عنده، ثانيا اصبح انه اقدر اخليه والغيه. راح نجرب تطبيق الامر على الملف الثاني او الفولدر الثاني اللي اسمه بيبي. بالدوز تتذكرون اخذنا انه بدون ما اكرر الامر، مجرد انقر على زر الكيبورد اتجاه
اليمين هو راح يكرر لنا الامر نفسه كانه بدنا نسوي كوبي. نكتب بي بي اللي هو اسم الفولدر ونضغط انتر، اوتوماتيكيا عندنا اللغة الاخفاء واللغة كونه ملف سيستم. الفولدر الثالث اللي هو فونتس FONTS ثم انتر، اوتوماتيكيا ايضا اللغة. هذا السيستم فوليوم انفورميشن هذا موجود في كل فولدر، هذا خاص بالريسايكل بن وخاص بملفات النظام اللي احنا ما يصير نتحكم بها او نغير بها فتشي. بقت عندنا ثلاث ملفات، واحد PDF وواحد وورد وواحد فيديو. هذول الثلاث ملفات ممكن التعامل معهم بامر واحد بدون ما نعيد الامر لثلاث اسطر. فمجرد انه نختار الاترب اللي هو الامر ثم ناقص اس الغاء السيستم ثم نستعمل الامر نجمه دوت نجمه. يعني شنو؟ النجمه الاولى هي عباره عن اسم الملف بغض النظر عن الحروف مالته او الارقام مالته. الدوت اللي هو تفصل ما بين الاسم والامتداد، والنجمه الاخرى هي عباره عن اي امتداد موجود بغض النظر عن كونه PDF او DOC او MPEG. فهذا الامر ممكن انه يخدمنا من ناحيه كل الملفات كل الانواع بغض النظر عن اسمها او نوعها. راح ادوس انتر، اذا تلاحظون في امر واحد لثلاث ملفات اللغه الهيدن مالتها. هسه اقدر اقول لك كليك ايمن بروبرتيز، راح القى انه الهيدن والريد اونلي محذوفه من عندها تلقائيا. هذا هو اسهل طريقه وافضل طريقه لتطبيق لغه الدوز، لغه البرمجه، في اظهار الملفات المخفيه ومعالجه الفيروسات بدون تدخل خارجي من اي تطبيق اخر. اتمنى يكون الشرح واضح. اذا عندكم فتشي ارسلوا لي اياه بالتعليقات حتى المحاضره القادمه نقدر نوضحها ويكون سهل عليكم. والسلام عليكم.